لقد تأخرت أمي كثيراً. لعلها تشتري لنا المزيد من قطع الحلوى اللذيذة. ما رأيكم لو نظرنا إليها من النافذة؟ فكرة جيدة، هيا بنا. لم تأتي. لننتظر قليلا. انظروا. إنها غيوم كثيفة. يبدو أنها ستمطر. ما هذا الصوت؟ إنه مخيف. إنه الرعد. هذا الضوء اسمه البرق. لكن يوجد دعاء نقوله عند حدوث البرق والرعد. أتذكر أن المعلم عدنان علمنا إياه. قولوا سبحان من يسبح الرعد بحمده. وجاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الرعد فسبحوا. سبحان من يسبح الرعد بحمده. سبحان من يسبح الرعد بحمده. سأذهب إلى غرفتي، فصوت الرعد مخيف جدا. كن شجاعا يا مهند. لقد أمطرت. أجمل المطر. جيد، هذا سيروي الأزهار التي زرعتها في الحديقة، ولن أتكلف عناء ريها. علينا أن نقول دعاء نزول المطر. أنا أحفظه. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. انظروا، جاءت أمي. هيا لنفتح الباب. أمي. مرحبا يا صغاري،